اي صانع عمل فني صعب ان هو يقرر ايه هي الحاجات اللي قدمها وايه هي الاضافة اللي عملها في عمله. انا بعتقد انه انت بتعمل اللي انت حاسه واللي انت شايفه طبقا لرؤيتك، والمشاهد هو اللي بيقدر يقول والله في اضافة ما فيش اضافة، يعني ده حكم المشاهد مش كلامي. خالد يوسف، بعد عودة 7 سنين للسينما وانت راجع، كان في انتباهك الهدف انك ترجع بفيلم مشوق ممتع للجمهور، فيلم مختلف، ولا فيلم يقدم رسائل معينة كعادة خالد يوسف؟ لا، انا ما بقدم فيلم بغض النظر عن ان ده الفيلم العودة بتاعي بعد 7 سنين. ببقى حريص ان انا اقدم حكي مسلي في امتاع بصري، في رؤى وفي رسالة موجودة في قلب الفيلم. يعني هي دي الخلطة بتاعت افلامي، يعني ما اختلفتش حاجة. وبالتالي فيلم العودة مش فيلم العودة، اي فيلم هعمله دايما ببقى حاطط في نصب عيني الجمهور، وان انا بحترم الساعتين اللي هو بيديهم لي من وقته، فلا بد ان امتعه بصريا، لابد ان انا اسليه، وفي ذات الوقت يكون الفيلم بيحترم تفكير المشاهد، بل يخلق جواه بعد ما يخرج حالة من التفكير والتأمل في الحالة اللي هو شافها في الفيلم. بعتقد انه ان انا ببقى مستهدف ده فعلا، ما بقولش ما بنكروش يعني، وهو ده اللي انا دايما بقدمه، سواء بقى فيلم العودة او اي فيلم انا قدمته قبل كده.